من بين النقاط السوداء المسجلة على مستوى الطريق الوطني رقم 86 الرابط بين مروانة ورأس عيون بباتنا، مقطع ذراع شراد ببلدية لمسان الذي سجل عدة حوادث مرور أدت لوفاة 9 أشخاص. شو وفيت وخلي المال الآليف النعجات البقري ما اللي يخرج يموت، اللي يخرج يموت. اشكينا للوالي، اشكينا للسوبريفي، اشكينا للبلدية، وسيط الجمهورية، أكل هي عندك الحق، بصح ما كان والو. هذا دهمة الطاكسي هنا، وجاو الجدرمية وهزوه للسبيطار وكلش ما لازم، ودرنا سكرنا طريق، وقال وجا سوبريفي وقال سمانة والله 15 يوم كلش نتاعكم يكون مريقل لي دودال، كلش نتاعكم كلش نتاعكم تريقل. وراهم صور وراهم. الحل الوحيد الذي يراه سكان هذه المنطقة هو وضع ممهلات على مستوى النقاط السوداء. الطلاب لازم اخي دودان نشنين عاش ذاي قبري ذاي نعاش ذي الرعب. يومي يومي تمتنا خذان ذاي هم قبري يومي نشني ذي الخلاف. ويطن نشد من ميد هم ناي غرسلو قايور نشد تزار خيسي السبيطار على السبيطار. ما راناش باغيين نسكروا الطريق، حنا باغيين يجيو يديروا لنا لي دودان والله ازدواجية الطريق الى امكن هكذا. ما رانا عينا من هذا الحالة هذه. الحل النهائي لمشكلة كثرة حوادث المرور هو مشروع ازدواجية هذا الطريق، خاصة في شطره الرابط بين مروانة ورأس العيون.